أنت مشكاة الهلال. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على صفوته من خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد كان الحديث قد انتهى مع انتهاء وقت المجلس الذي مضى عند ذكري أو عند أول ذكر قصة سيدنا زيد بن حارث الذي كان أبوه الحارث بن شرحبيل، حارثة بن شرحبيل، وعمه كعب بن شرحبيل من كلب، وأخواله من طي، وكانت أمه قافلة أي راجعة به من هناك، فتخطفه قطاع الطريق وأخذوه وباعوه رقيقا أي مملوكا، ودخل في ملك السيدة خديجة حيث بعثت من يشتري لها مملوكا، وكان في الثامنة من عمره، فجيء به فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليقوم على خدمته، فرأى من أخلاق الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وأدبه ولطفه وإحسانه ما رأى، حتى وجد فيه عوضا عن أهله ولم يشعر بغربته، فكان من أمره أن ما إلى أهله علم بأنه قد استرق وبيع في مكة. جاء في بعض الروايات أنه في طريقه مع قافلة أرسل فيها إلى الشام لتجارة السيدة خديجة، لقي عمه فأباه ولم يستطيع أن يأخذه لأنه في ضمن الرقيق، ولكن علم منه أين هو، عانقه عمه وعانقه أبوه وبكي، أين أنت يا بني؟ فكلموا من معهم في القافلة فقالوا هذا مملوك لخديجة، فإن أردتموه فارجعوا إليها، وتحرك إلى مكة. فلما وصل إلى مكة وكان من أمرهما أن سأل أين هو، فوجداه عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى أباه ورأى عمه قام إليهما وعرفهما فعرفاه فعانقاه، وبكى أبوه لما رأى ابنه وهو على هذا الحال رقيقا مملوكا بعد أن كان حرا عربيا. وكان أحد إخوانه مع أبويه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأثنيا على رسول الله بما يعلمان من مكانته وقبيلته ومنزلته ونسبه وخلقه، وقال له إنه ابننا، فإن شئت أنقذناك ثمنه، أعطيناك الثمن الذي دفع فيه. فأجابهم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله بإحسان كما كلماه وخاطباه بالإحسان، كما يظهر هنا في الشاشة. لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا ابن عبد المطلب، يا ابن سيدي قومه، أنتم أهل الحرم، أنتم أهل حرم الله وجيرانه، تفكون الأسير العاني وتطعمون الجائع، جئناك في ولدنا عندك، فمن علينا وأحسن في فدائه، فإنا سندفع لك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لهما وما ذاك؟ قال زيد بن حارثة. فقال أو غير ذلك؟ كان قد أحب زيد بن حارثة لما رأى فيه من أدب ومن إحسان، وأحبه زيد بن حارثة لما رأى فيه من رحمة ومن حنانة. فقالوا وما هو؟ هم قالوا له نريد أن نشتريه كما رأيتم في الرواية، أنت صاحب الأخلاق والإحسان، سندفع لك القيمة ونفدي ولدنا ونأخذه. فقال هل لكم في غير ذلك؟ فقالوا وما ذاك، يعني ما هو الشيء الذي هو أفضل أو غير أن نفدي ولدنا؟ نحن نريد أن ندفع لك المال الذي تحتاج إليه مقابل أن تعيد لنا ولدا. فقال لهم ادعوه فخيروه، فإن اختاركم فهو لكم من غير فداء، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على الذي اختارني فداء. قال ائتوا بالولد اسألوا، إن أراد أن يمضي معكم لا أريد منكم مقابلا فليذهب معكم، وإن لم يرد أن يذهب معكم واختارني فأنا لا أختار المال الفداء على الذي اختار أن يكون معي،
وهذا من رقيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو معنى من العدل. فاق مجرد العدل إلى مرتبة عالية في العدل من العدل، وهي الإحسان. فقالوا زدت على النصف، والنصف هو العدل الإنصاف، زدت على النصف، وفي لفظ زدتنا على النصف وأحسنت. فدعاه، هم فرحوا وسروا، اعتبروها مكرمة من رسول الله أنه سيسلم لهم ولدهم بغير مقابل، لأنه لا يعقل أن يرفض الولد أن يسير معهم أو أن يختار العبودية على الحرية والقبيلة التي هو ليس منها، والتي مهما أحسنوا إليه وأكرموا سيكون من الموالي بينهم على أن يكون حرا بين أهله وبين قومه وفي عزوته. فدعوه فقال تعرف هؤلاء، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزيد، تعرف هؤلاء؟ فقال نعم، أبي وعمي. فعند ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم أنا من علمت وقد رأيت صحبتي لك، فاخترني أو اخترهما، إما أن تبقى معي وإلا تفضل امضي مع أهلك. تعرفت ما المسلك الذي ستكون عليه، عرفت أنك ستكون عندنا يعني مملوكا مولا، وسيكون حالك هذا، وعرفت صلتنا بك وأخلاقنا معك، وتعرف أبويك أنهما سيقوم بك ومعك كما تريد. وهذا طرح للأمر كما هو من غير محاولة التأثير عليه بوجه أو بآخر. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم فاخترني أو اخترهما. فقال زيد ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مني مكان الأبي والعم. يعني أنت في قلبي، ملأت علي كياني، ملأت علي إحساسي كلياتي، الأب والعم أي القبيلة والعشيرة مع حاجة إلى حنانة الأب، قد ملأت أنت ذلك مجتمعا فيه، فلا أختار عليك أحدا. فقال له أبوه وعمه ويحك يا زيد، ويحك يا زيد، تختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتكم يعلمون معنى هذا عند العرب. قال نعم، ما أنا بالذي أختار عليه أحدا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما رأى، أخرجه إلى الحجر وأبوه وعمه معه، حيث تجتمع سادات قريش حيث يجلسون، أخرجه إلى الحجر أي الذي هو محل جلوس قريش، فقال إن زيدا ابني أرثه ويرثني. تبناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن قد نزل تشريع بتحريم تغيير نسبة الابن إلى غير أبيه أو تحويله إلى ابن يرث ويورث، فقال ابني يرثني وارثه، فدعي من بعدها بزيد بن محمد. لما رأى أبوه ورأى عمه حال الولد وتعلق الولد برسول الله، ورأي إحسان رسول الله إليه، ورأي إعزاز رسول الله له بأن أعتده وأخرجه من الرد ومن ذل الولاء إلى عزة أن يكون ابنا له، طابت أنفسهما وانصرفا. ولما انصرف استمر الأمر على هذا الحال حتى جاءت البعثة، وما كان من أمل بعد البعثة بعد ذلك من هجرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكبر زيد في السن، وتزوج زيد من زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحصول قصة تطليق زينب. وسبب تطليق زينب أن عدم وجود الكفاءة بمعنى في النسب جعل زينب تشعر من وقت إلى آخر بشيء في نفسها، فإذا حصل الاختلاف بينها وبين زيد وعلت الأصوات كعادة البشر في حالة الغضب تعيره، تذكره أنه كان عبدا وبيع واشتري وكان مولا، وهي زينب القرشية ذات المنزلة وذات الحسب والنسب، فكان هو يتألم لهذا الشأن، وشعر أن الحياة قد لا تستمر معهما على هذا النحو. وكان إذا جاء يشتكي زينبا إلى رسول الله كان رسول الله يأمره بالصبر ويأمره بالتحمل، وهذا المسلك الأصل. وقد أطلع الله رسوله على أن هذا الأمر لن يستمر وأنها ستطلق وأن الله سيزوجه من زينب، مع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إماما في التمكين، في أن لا يخلط بين معنى أطلعه الله تعالى عليه وبين تربية، بين تشريع، بين دين، بين توجيه وخلق،
الأصل أن الزوج ليس لمجرد تضجره من الزوجة يقال له طلق، ولو قال زيد رسول الله لزيد طلقها مباشرة على اعتبار أنه يعلم أنها ستتطلق منه، ستنفصل عنه، وأنها ستتحول إلى زوجة لرسول الله، لو أقره مباشرة لكان في ذلك أيضا تشريع آخر أو توجيه أو هدي آخر، فحال النبي المصطفى كله هدي، وكان ترتب على ذلك أنه بمجرد الإشكال تنفض العلاقة. وأبغض الحلال إلى الله الطلاق، وإنما جعل الطلاق عند انسداد الأبواب، فكان هذا الهدي من رسول الله.